الفقرة التالية هي حظك بإيدك. حظك بإيدك هي الفقرة التالية. بهالفقرة نحن وياكم اللي رح احكي فيه هو موضوع الحظ، قد ايه نحن بنتحكم فيه بحياتنا. يعني في كثير من الامور اللي بتصير معنا بالحياة مش دائما مبنية على الحظ المطلق. في قصص نحن بنقوم منبادر لها وبتكون نقطة تحول بحياتنا نحن منجيب حظنا لها فيها. وين كانت هيدي اللحظة اللي انت جبت حظك فيها شام؟ سام، انا بالنسبة لي في عدة مراحل، بكل مرحلة في نقطة حظ، بس الابرز نقطتين اللي انت سعيت لها هني بال 2004 لما كان انا حلمي انه فوت بالسياسي بالمجال السياسي. نعم. بال 2004 كان في الانتخابات البلدية بزحلة، واتصل في بعض الاصدقاء وقالوا لي بدنا اياك تكون معنا بالليحة المعارضة للمحادي الوقتها، وكانت بداية لإلي لأنه كنت قبل منها دائما عم تعلم السياسي بالجامعة. بس أنت سعيت لإلها؟ إيه طبعا سعيت لإلها. إيه والنقطة الأقرب لإلي هي بال 2009 لما ترشحت ودقيت باب قوات لبنانية. قوات لبنانية أنت سعيت لها؟ يعني طبعًا. أنت دقيت الباب قلت له أنا عم مرشح فينا نتعاون. إيه طبعا طبعا، بس بال 2004 كمان كنا متعاونين. صحيح. هيدي نقطة تحول، فينا نقول انه حظك كان بايدك لانه انت اللي سعيت لها. زياد، وين اللحظة اللي بتلاقي فيها انه كانت نقطة مفصلية بحياتك بس انت سعيت لها وانت اللي جبت الحظ لك فيها؟ هي لما قدمت على استوديو الفن. كان عندي كتير اشياء بتمنعني اني اقدم، ظروف يعني كنت اتعلم واشتغل شغلتين ورجعت ضليت عم بشتغل وعم بخدم خدمة علم وكل هول، ورحت بدي اقدم على استوديو الفن يعني ما في مجال، وشعراتي قصار وحالتي حالي، كيف بدي اطلع؟ كنت بالجيش لانه ايه بخدمه العالم. فهيدا شيء ركضت فعلا عليه وكنت عم بتحضر له قبل، حتى انا وعم بدرس موسيقى كنت عم بدرس بالجامعه وعم بشتغل ويعني مقضيها شو بدي خبرك شقه. حسيت انه هيدا اكثر شيء عملته بحياتي فعلا، يعني ركضت و استحقيت اني اعمله، هو اني اطلع على بروجرام استوديو الفن. وهون بوجه تحيه للاستاذ سيمو اسمر. وبطلب بس انه اول شيء يضل بصحته، وانسان عطى فرص لكثير ناس، مش ما بدي استبق اي شيء عم بيصير معه، بس على القليله ما نطلع ونحكي شيء ناثر على الرأي العام قبل ما تطلع نتيجة التحقيق، وهذا شيء مينيموم ينطلب لأي مواطن لبناني انه ينطروا التحقيق قبل ما يبلشوا، كل واحد يخيط خبرية احسن. وانا كمان فيني هيك ما بعرف اذا بتضم صوتك لصوتي، انه مثل ما انت قلت انه الاستاذ سيمو اسمر وقف الى جانب كثار من الاشخاص بغض النظر طبعا اتفقوا معه ولا ما اتفقوا معه، واعطى فرص كثير كبيرة لنجوم اليوم اجتاحوا العالم واجتاحوا العالم العربي يمكن لو منه ما كانوا قدروا يوصلوا. كل شخص انا بطلب منه هذا من المجال الفني او المجال السياسي او غيره، كل شخص قادر انه يساعد بهالموضوع ويعمل التفاتة يمكن بمطرح من المطارح اكيد ما يتاثر، لانه انسان مثل سيمو اسمر كلنا بنستاهل انه يكون موجود، لانه اذا بدنا نحكي على الموضوع اللي نحن موجودين فيه التلفزيون بلبنان وصل من وراء هذا الانسان. تسلم وسام، وانا بحييك على الكلمه الحلوه. زقف لسي رايين بالسلامه. السؤال يلي طرحناه عنك كارلا، من هو زوج كارلا حداد؟ الاحتمالات كانوا واحد توني خليفة ضايع بعدك، اثنين توني أبو جهودي، ثلاثة توني بلير، وأربعة توني بارود. الجواب الصحيح على هيدا السؤال هو توني أبو جهودي. يعني اكتشفناها. كم شخص مازال مستمر معنا تيقدر يوصل ويربح؟ لا كارلا رح تزعلي. قدي؟ 3825، في 1000 شخص جاوبوا غلط. بس في حدا من الاشخاص انا ما بتمنى انك تكوني مرته اصلا، ما بتمنى لك اياها. توني بلير. شو؟ توني بلير حلو كثير. ايه مهضوم. بس كارلا معقول في 1000 شخص ما عرفوا هذا السؤال؟ بغلبته هلا هن اتفقوا انه توني، بس انه غلبته بالعائله مش مشكله. بدك مين نقوا هلا؟ مش بس غلبته، انا احب اعرف. اي واحد من ثلاثه الباقيين؟
ما جاوبوا للناس توني ابو جوزي. إيه. انت شو انت بدك توني بلير؟ اكيد مجاله تحيه لتوني بيكون عم يحضرنا، سلام لك توني. السؤال الثاني يلي رح اطرحه هلا وكمان لازم تركزوا عليه، ولكن قبل ما نطرح هيدا السؤال رح يقطع عنا مقطع فيديو، بدي اياكم تركزوا على هيدا الفيديو لانه السؤال رح يكون عنه. خلينا نشوف نحن وياكم. مين بعصبه؟ يكي اللي خلاك تاخذي معصبه؟ شو هون؟ كان في شباب عم بس قعدت عم هربوا. فكري لحالهم شباب قال. نزو كرمالك ايه؟ ايه شو ما نزو كرمالك لكان؟ هي بتنشاف انت بتنشافة؟ انت لانك سهلة بس انا لاني صعبة عشان هيك، بس لاني كان دنيا كلها وصايد. ايه كلها وصايد. ويلي مصارف اسمك ريتو مثلني. السؤال يلي رح يكون اسم الله عليكي حبيبي، اسم الله عليكي، شو هالجمال والاناقة هونيك؟ مازال انت بعدك تعذب، خلينا نعرفكم مع بعض. خليني اقول السؤال قبل ما تزل لسانك بشي كلمة. ما الدور الأشهر لأنجو ريحان فيما في مثل؟ هل هو ألفونس؟ هل هو مجدي ووجدي سوا؟ مع بعض. بنت الرقروقي أو جميلة؟ واحد ألفونس، اثنين مجدي ووجدي، ثلاثة بنت الرقروقي، وأربعة جميلة. صار فيكم تبعتوا اس ام اس تجاوبوا واحد اثنين ثلاثة أو أربعة. رح أرجع لإليك كارلا، كنا عم نحكي عن موضوع الإنسان وقتها بيكون حظه بإيده. انت وين خلقتي فرصتك بالحياه وقلتي انه انا جبت حظي لالي بهالمطرح؟ انا بدي جاوب شيء ان جنرال، يعني لانه بحس الحظ هو لازم دائما الشخص مثل ما قال زياد يكون محضر حاله لحتى وقتها توصل له الفرصه او الحظ يقدر يستفيد منه ويقدم الافضل. يعني ما في واحد يقول انا ناطر حظي وهو ماشي، يعني ما عم يعمل شيء. انا سعيت وكل برنامج كنت اعمله وسام كنت حسه انه هيدي هو حظي، لانه يفتح لي افاق اكبر وصير قول بدي اطمح لاكبر واكبر وحضر حالي. واكيد عمري وخبرتي كمان هيدا الشيء كان كله يخليني انه اكون حاضره اكثر واكثر. وبما انه انا هلا حاليا بالام تي في 22 23، ما خلص انا بلشت بكير، يعني انا بلشت 16 سنه كنت عم بعمل منيعه في لبنان، وقبلها كنت عم بعمل عرض ازياء. مش قصدي بالعمر، يمكن اوقات بتكتسب خبره نضوج، في ناس كبار منهم ناضجين ابدا. وفي كارلا عم بمزح، حرقتي لي اياها للخبري. لا بدك تنتبه على حديثك. ايه انه 22 23 مفروض تضحكي لي، بتبتسميني انه كان فايده الموضوع. كل الحلقه وجعت امي قد ما عم بضحك. خلص كملي، ما تخلص انا معي. ايه فانه الواحد لازم يكون ريدي لحتى وقتها توصل له الاوبورتونيتي او الفرصه يكون جاهز انه يقدم الافضل عنده، لحتى ما تكون هيدي النهايه، بالعكس تكون بدايه لمشوار جديد واكبر. صح. وبالنسبة لحياتي الشخصية بدي رد شوي اعتبار لتوني، كمان توني غير لي كتير قصص بحياتي، توني أبو جودة بوجه له تحية، وبنتي ليا كمان الله يخلي لك اياهم. شكرا كارلا. ما خلصتي؟ لا رح ناخذ تاخذي الليل كله. ما انت بدانسينج بتحكي اكثر مني، خليني بهالبروجرام احكي اكثر منك. بس نحن لايف على الهواء، يعني ما فيني افتح لك الهواء. والله لو مني انا بفتح لك الهواء. اوكي شكرا كارلا. انجو، حظك وين رسمتيه بايدك؟ اذا بدنا نحكي على المستوى المهني بالتحديد بعتبر حكي نسوان، يعني واللي صار كمان انه انا حضرتها للمسرحيه انا ما كنت فيها. أي. فبس حضرت قلت هاي مسرحية كان حلو الواحد يكون فيها، فهالقد تمنيت انه ما كنت متوقع ابدا انه تصير الظروف انه حدا من الممثلين يرجع يظهر، وانا دغري تحمست عملت كاستنج وثقبت، تعرفت على ندى وعلى زينب وعلى كارول بعدة محلات وانجمعت، يعني بذات الفترة وانجمعت معهم بالمسرحية. يعني جبتي، اذا بدنا نقول جبتي الايجابية لحياتك، فكرتي بطريقة بوزيتيف بطريقة ايجابية. وبعتبر كمان اون باراليل انه مثل ما تفضلي انه وجود فادي اللي هو مدير تصوير جوزي، اكيد مدير تصوير سينمائي وبعلم بالقلبة، ناقد كثير قوي لإلي، ف كمان كان يعطيني بوش من بعد كل عمل هيدا هيك، كل هالركلاجات الصغيره هي كمان ساهمت ب اللي وصلت له فنيا. شكرا. انا بتمنى لكم النجاح دائما، ودائما بالحياه في فرص كثيره مثل ما سبق قلت باول الحلقه، وهيدي الفرص ما بتنتهي، فلازم يكون واحد جاهز وقت اكيد. حتى ما بين ان هذا استطرادا، لانه هالقد مبسوطه بالمسرحيه لانه هي فتحت
فتحت باب ما في مثله بالضبط ورا المسرحيه. انا اجاني العرض على لكن السؤال اللي كان ما الدور الاشهر لانجو ريحان في ما في مثله؟ هل هو واحد الفونس، اثنين مجدي وجدي، ثلاثه بنت الرقروقي، او اربعه جميله؟ منتابع نحن وياكم بعد الفاصل الاعلاني.